The production of a sound wave. كيف ممكن ننتج موجة صوتية؟ In fluids, we use density and pressure to study the properties of fluids. هلا احنا لما تعاملنا مع الموائع حكينا انه المائع بياخذ شكل الوعاء اللي بيكون فيه، وبالتالي مش سهل نتعامل معه ككتلة وقوة، وفي عدد كبير من الجزيئات بتكون في الموائع. عشان هيك استخدمنا البريشر وايضا الدنسيتي. بالنسبة للأمواج الصوتية الآن لما تمر في وسط فهي بتحرك الجزيئات، فشو بنحكي؟ A single wavelength of sound wave has millions of molecules. إذا طول موجي واحد من الموجة الصوتية راح يكون في ملايين الجزيئات. عشان هيك لما يتعامل مع الأمواج الصوتية بنفس الأسلوب اللي تعاملنا فيه مع الفلويدز راح نستخدم البريشر وأيضا الدنسيتي. As a result, we use density and pressure to describe the motion of a sound wave. هلا consider the production of a sound wave in a medium by a piston that oscillates back and forth. رح ناخذ هذا الشكل. هذا مكبس بتحرك يمين يسار، وهذا الوسط اللي موجود فيه، فاحنا بنحركه لليمين نرجعه لليسار، كمان يمين كمان يسار، فبتصير الموجة تنتقل بهذا الشكل. رح ناخذ بالتفصيل الان كيف تتكون الموجة. When the piston moves forward, it compresses the medium. لما احرك هذا البستون forward باتجاه اليمين، شو بيعمل؟ بيضغط الوسط اللي هو فيه. The pressure increases، لان الضغط رح يزداد. And a compressional wave moves outward. الان موجة مضغوطة رح يتحرك إلى الأمام. شو الموجة المضغوطة؟ هو لما يضغط جزيئات الوسط راح تقترب من بعضها البعض، بصير عندي شايفين هذول الأشكال الآن اللي بالأخضر، لما يكون جسيمات قريبة من بعضها البعض بتبلش تتحرك باتجاه الأمام. لما البستون يرجع لوراء هلا راح نشوف شو بيسوي. When the piston moves backward, it reduces the density of the medium. هلا لما يرجع لوراء راح يقلل من كثافة هذا الوسط. The pressure decreases. الضغط راح يقل. And a rarefaction wave moves outward. الآن rarefaction مقصود فيها المنطقة أصبح فيها فراغات، فالفراغات هاي كمان راح تنتقل. فصار عنا الآن الموجة، موجة مضغوطة بيتبعها موجة من الفراغ، موجة مضغوطة، موجة من الفراغ، وهكذا لما نحركه إلى الأمام وإلى الخلف. هيك بتتكون عنا الأمواج الصوتية. Note that the individual molecules oscillate back and forth about their average positions. بالنسبة للجزيئات اللي هون، هلا الجزيء ما بينتقل مع الموجة، هو شو بيعمل؟ بيصطدم بالجزيء اللي بعده، واللي بعده بيصطدم باللي بعده، وهكذا. لكن الجزيء نفسه بيظل رايح إلى اليمين وإلى اليسار، فهو بيهتز حوالين المتوسط الموقع تبعه. هلا If we plot the pressure versus time, we get the following. إذا رسمنا الضغط مع الزمان راح يطلع لنا الشكل التالي. هذا البريشر وهذا الزمن. راح ناخذ الآن الإكيوليبريم عند P0 اللي هو الضغط الإكيوليبريم تبعنا. راح يطلع لنا موجة بهذا الشكل اللي هي موجة دورية، لكنها بدلالة الضغط الآن. ف في عنا القمم كريست وهاي بتمثل الكمبريشن، وفي عنا القيعان والقيعان بتمثل الآن الرير فاكشن. بالنسبة للأمبليتيود راح نرمز له برمز جديد اللي هو بي زيرو بلس دلتا بي ماكس. طبعا دلتا بي ماكس أصبحت الآن بتمثل هي الأمبليتيود، ولو طلعنا لتحت بالنسبة للقيعان راح يكون عنا بي زيرو ماينس دلتا بي ماكس. هاي الموجة الصوتية وكيف بنمثلها بدلالة The speed of longitudinal waves, sound waves. هلا الأمواج الصوتية هي أمواج طولية، وبالتالي رح نحكي لما نحكي عن الأمواج الطولية كل ما ينطبق على الأمواج الطولية ينطبق على الأمواج الصوتية. كيف بنحسب سرعة الأمواج الطولية؟ In general, The speed of a longitudinal wave can be written as V equals square root of elastic factor divided by inertia factor. إذا بشكل عام
سرعة الأمواج الطولية ممكن نحسبها بالطريقة التالية: Elastic Factor معامل المرونة للوسط مقسوم على Inertia Factor اللي هو معامل المقاومة للوسط. هلا راح نشوف كيف راح نعبر عن Elastic Factor في المواد الصلبة وأيضا في الموائع. The speed of a longitudinal wave traveling in solid materials. لو كانت الموجة الآن ماشية في المواد الصلبة زي الحديد مثلا زي السؤال اللي شفناه قبل شوي، كيف نحسب سرعة هذه الموجة؟ V equals square root of y over rho. هلا ال y بيمثل elastic factor، وحالة المواد الصلبة هذا عبارة عن Young's modulus، والرو بتمثل inertia factor. طبعا الانيرشيا احنا لما تعاملنا مع قوانين نيوتن الكتلة كانت تمثل الانيرشيا اللي هي المقاومة، كل ما زادت الكتلة زادت المقاومة، لكن لما نتعامل مع solid material ناخذ الكثافة، فأصبحت الكثافة بدلا من الكتلة هي اللي بتمثل الانيرشيا فاكتور. Where y is the Young's modulus, rho is the density of the solid. طبعا rho هي كثافة المادة الصلبة. الآن the speed of a longitudinal wave traveling in a fluid. لما ناخذ موجة طولية الآن في مائع، كيف نعبر عنها؟ The speed of a sound wave in a medium is determined by the strength of the forces among the molecules. إذا اللي بيحدد السرعة هو القوة المتبادلة بين الجزيئات في الوسط اللي بتمشي فيه الموجة. Which can be characterized by the bulk modulus. هاي القوة راح نعبر عنها بما يسمى البلك موديولس، وهو شبيه بيونغ موديولس. راح نرمز له بالرمز B، وبالتالي السرعة أصبحت تعطى بالعلاقة التالية: V equals square root of B over rho. نحكي شوي كمان عن البلك موديولس. طبعا B البلك موديولس، rho is the density of the fluid. The bulk modulus is a measure of the resistance of a fluid to compression. إذا هو بقيس مقاومة المائع للضغط. كيف يعني؟ For example, a material such as air that is easy to compress has a small bulk modulus. المواد اللي من السهل ضغطها زي الهواء بكون البلك modulus لإلها صغير. While stiff materials such as steel have large bulk modulus. بينما المواد اللي بكون من الصعب إنه نضغطها زي الفولاذ بكون البلك موديولس لإلها مرتفع جدا. The relationship between the bulk modulus and the change in pressure. لأن في علاقة ما بين البلك موديولس B والتغير في الضغط. نتعرف على هاي العلاقة. When a sound wave travels in a fluid, a change in the pressure occurs. هلا لما تمر الموجة الصوتية راح تغير الضغط في نفس النقطة زي ما شفنا بالشكل في السلايد السابق، كيف انه الضغط ما رسمناه مع الزمن بيطلع وبينزل. When the pressure increases, the volume decreases. لما هلا الضغط بزيد الحجم بده يقل، بالمقابل في عنا and the density increases، الكثافة راح تزيد. هيك بنعبر عن العلاقة ما بين الآن البلك موديولس والتغير في البريشر بالعلاقة التالية: B equals rho اللي هي الكثافة، دلتا P اللي هو التغير في الضغط مقسوم على دلتا rho اللي هو التغير في الكثافة. Where delta P is the change in pressure, rho is the density of the fluid or medium at equilibrium. هلا انتبه للنقطة هاي انه rho اللي مستخدمها في هاي العلاقة هي بتكون كثافة الوسط at equilibrium، يعني قبل مرور الموجة فيها او بدون ما يكون في تحت تأثير لأي عامل آخر. دلتا رو is the change in density، والتغير في رو يمثل التغير في الكثافة. دلتا رو over رو، هلأ الاسم العلمي المستخدمه مع التغير في الكثافة مقسومة على الكثافة is the fractional change in density، هذا بنسميه the fractional change in density. Example: A dolphin in seawater emits a pulse of sound waves, longitudinal wave, toward an object at 100 meters from the dolphin. إذا في عندي دولفين في ماء البحر. الآن هذا الدولفين بيرسل نبضة من الأمواج الصوتية باتجاه هدف
وهذا الهدف على بعد 100 متر. شو حاكين لك كمان؟ If the bulk modulus and the density of seawater are given by، معطينا البلك مودولس ومعطينا كثافة ماء البحر. شو طالب منا؟ What is the speed of the sound waves in seawater؟ أول شيء بدنا نحسب سرعة الأمواج الصوتية في مياه البحر. B. How long after the dolphin emits a wave is its reflection؟ هون بده الزمن المستغرق ما بين إن الدولفين يرسل نبضة من الأمواج الصوتية ويستقبلها مرة ثانية. خلينا نشوف كيف بدنا نحل هذا السؤال. Solution. أول شيء حكينا إنه في عنا دولفين في ماء البحر بيرسل نبضة صوتية باتجاه هدف على بعد 100 متر. هذا الدولفين وهذا التارجت الهدف، والمسافة بيناتهم هي 100 متر. شو كمان أعطانا؟ أعطانا البلك موديولاس لماء البحر وأعطانا كثافة ماء البحر. نيجي للمطلوب الأول، بده يانا What is the speed of the sound waves in seawater؟ نحسب سرعة الأمواج الصوتية في مياه البحر. هذا على القانون مباشرة، V equals square root of B over rho. بنعوض في الأرقام، والناتج هو 1.4 times 10 to power 3 meters per second. B. How long after the dolphin emits a wave is its reflection؟ إذا بدنا الزمن ما بين إنه الدولفين يرسل نبضة من الأمواج الصوتية وترجع له مرة ثانية. الآن الزمن بيساوي total distance مقسوم على السرعة، هالعلاقة اللي أخذناها في بداية محاضرة اليوم. تطلع هون المسافة الكلية المقطوعة، الموجة الصوتية راح تطلع من الدولفين تمشي 100 متر، الآن تنعكس عن التارجت الأوبجكت وبترجع مرة ثانية الدولفين، بتكون قطعت 100 متر زائد 100 متر 200 متر، إذا المسافة الكلية هي 100 زائد 100 تساوي 200 متر، هاي المسافة الكلية المقطوعة. هيك صار عندي المسافة الكلية وعندي السرعة حسبناها من الفرع A، إذا نحكي إنه T بيساوي 200 divided by 1.4 times 10 to power 3 and is equal to 0.14 seconds.